أعمال الرسم بالريشة الرائعة والمفهوم الفني غير الدنيوي جعلت تين أحد أكثر الفنانين تمثيلا في الرسم بالحبر الصيني المعاصر لسنوات عديدة ظلت يو يعتمد رسم شانشوي وهو أسلوب فني صيني يركز على تصوير المناظر الطبيعية الخلابة رسم شانشوي يعبر عن مشاعري في جميع مراحل حياتي استكشاف المناظر الطبيعية الخلابة والاقتراب من الطبيعة يجعلني أشعر كأن الطبيعة تغذيني وتوسع مجال خيالي أعمال رسم المناظر الطبيعية الخلابة هي تصور الفنانين للطبيعة والحياة إذ أنها قادرة على حمل المشاهد لتقدير المناظر الطبيعية والمعنى الثقافي الذي تعكسه ويرى تيوتشين أن تصوير رسم المناظر الطبيعية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحياة الحضرية فكلما ازدهرت المدينة أكثر زاد عدد الباحثين عن أحضان الطبيعة ويستخدم تيوت هين ريشته وحبره للتحاور مع المحتوى الكلاسيكي في التاريخ وخلق أعمال معاصرة رسم شانشوي هو شيء فيه شاعرية كل البشر لأنه يستكشف الموضوع الأبدي للبشر والطبيعة رسم شانشوي أسلوب سهل الانتشار والتواصل ولا يحتاج إلى الكثير من الشرح طالما أن العمل جيد يمكنك السفر بالمشاهدين. إنه فن لا حدود له. بصفة فنانا صينيا معاصرا، أشعر أننا نتحمل مسؤولية الترويج لهذا الفن، أو بعبارة أخرى، سرد قصص الصين بشكل جيد.